اخترت في هذه الرحلة القرائية الجديدة كتاباً عنوانه القاهرة وما فيها لمؤلفه مكاوي سعيد، الكاتب والروائي المصري الذي ارتبط بشوارع مصر وحكاياتها أكثر مما ارتبط ببيته، وعاش على مقاهيها وقتاً أطول من أوقات الراحة التي قضاها في منزله، على حد تعبير الصحفي مصطفى طاهر. في القاهرة وما فيها يكتب مكاوي سعيد عن عشق الأماكن التي عاش فيها وتابع تحولاتها وتحولات ساكنيها الذين تجوب أرواحهم طرقها وأسبلتها كل ليلة، امتناناً لهذه البقعة التي عشقها وأصبح هو نفسه أحد معالمها. معظم مقالات الكتاب تجميع من مقالات سابقة نشرها المؤلف في الصحافة، لكن تجميعها بهذا الشكل الذي تغلب عليه الحكايات يجعلها أشبه بجلسات طويلة على المقهى مع مكاوي نفسه، يحكي في كل مرة عن شخص أو مكان وربما الاثنين في وقت واحد. فأحداث الكتاب غير مرتبة زمنيا ولا رابط محددا لجميع المقالات سوى القاهرة نفسها، فالكتاب لا يتناول أحداثا تاريخية بعينها ولا حوادث سارة أو مفجعة بذاتها، إنما كما يقول صاحبه يجري كمياه المطر كيفما اتفق، بما يحويه من مقالات وتدوينات الكتب والأخبار وما كتبه الأجانب والمصريون عن القاهرة الخديوية وعن السلاطين والملوك قبل عصر الثورة في السياسة والعمارة والفن وغير ذلك. يبحث مكاوي في كتابه الأخير هذا عن عالم لم يعد له وجود إن صح التعبير، والكتاب في مجمله ذكرى لزمان جميل مضى، لأماكن وأشخاص صنعوا جانبا مهما من تراث هذا البلد العريق بحضارته وتراثه. يتحدث مكاوي في كتابه عن تاريخ جميل ضاع منذ الانتهاكات التي يذكرها لآثاره القديمة، وصولاً إلى تاريخ السينما المصرية الذي تفرق بين القنوات ورجال الأعمال. يحكي عن الصور والكنوز التي نهبت والذاكرة التي خسرت الكثير بسبب الجشع على مدى العصور والأزمنة، معتبراً ما كتبه بمثابة محاولة بسيطة لتسجيل بعض من تاريخ مهدد بالمحو. ومن الذكريات القديمة التي يرويها مكاوي ميلاد أول مسرح وطني عام 1870، وهو مسرح يعقوب صنوع رائد المسرح المصري الذي يروي في محاضرة ألقاها بباريس نحو عام 1902 أن مسرحه ولد على منصة مقهى موسيقي كبير في الهواء الطلق وسط حديقة الأوزبكية. ويعلق مكاوي بالقول: ولا نعلم أن فرقة يعقوب صنوع تمكنت خلال عمرها القصير الذي لم يتجاوز العامين من الاستئثار بمسرح دائم مخصص لعروضها، إذ تروي المصادر أن صنوع كان يكافح من أجل تقديم عدد من الحفلات بمسارح الدولة آنذاك، مسرح دار الأوبرا، المسرح الكوميدي الفرنسي، مسرح قصر النيل، قصر إسماعيل، إلى جانب العروض الجماهيرية بالمقهى الموسيقي الكائن بحديقة الأوزبكية. يجمع الكتاب المقالات التي كتبها مكاوي مثلاً عن الأوزبكية وتحولاتها المعمارية، وأيضاً عن أفراح أنجال أسرة محمد علي التي تغيرت بسببها مناطق كاملة في مدينة القاهرة. يورد مكاوي في كتابه حكايات عن شعراء وأدباء وفنانين كانت لهم بصمات على أماكن وشوارع بعينها، منهم
الممثل الكوميدي مصطفى أمين الذي جاء بالفنان علي الكسار من مسرح الكلوب العصري في الحي الحسيني إلى شارع عماد، وأشركه معه في أول مسرحية قدمها، وابتكر له شخصية البربري في باريس. يتحدث كذلك عن أمير الشعراء أحمد شوقي، ويورد حكايات عن أم كلثوم تكشف وجها جديدا لها، وهي المعروفة بجديتها الشديدة، ومن ذلك صاحبها في القطار ذات مرة الملحن محمد القصبجي في سفرة غنائية، وأثناء السفر أخرج الموسيقار محمد القصبجي قلما أسود وأخذ يلون شاربه، وتأملته أم كلثوم وقد أخذتها المفاجأة، لكنها سرعان ما قالت بسرعة بديهتها المعهودة: شوفوا الراجل رجع شباب بجرة قلم. في هذا الكتاب يجد القارئ معلومات غير معروفة لغير المختصين وصورا نادرة للتدليل عليها، ويتحسر المؤلف على طريقة التعامل مع الأرشيف ومحتوياته، ويتحسر على الزمان الذي مضى بكل جماله وأصالته، ويؤكد أن كتابه أقرب لمواجهة مع حالة الفقد والضياع التي تعانيها ذكرياتنا وتواريخنا الشفهية وحواديتنا. لا يكتفي الكتاب باستعادة تاريخ المدينة من خلال التوقف عند علاماتها المميزة، لكنه حافظ على دقة المعلومات التاريخية وتوثيقها، إلى جانب الحس الساخر الذي ظل يرافق كاتبه حتى ساعته الأخيرة. كان مكاوي سعيد قد انتهى من العمل على كتاب القاهرة وما فيها قبيل وفاته بأيام، وراجع مسودته الأخيرة مع الناشر، لكنه لم يتمكن من كتابة الإهداء، وأعد مقدمة كشف فيها أسرار ولعه بالمدينة وسر شغفه بالكتابة عنها، وقال إنه كتب الكتاب امتنانا لهذه البقعة المباركة التي عشنا فيها وتنسمنا نسيمها وارتوينا من عشقها وعاصرنا تحولاتها وتأسينا على ما يجري لها. كتاب القاهرة وما فيها، حكايات، أمكنة، أزمنة، المؤلف مكاوي سعيد، من إصدارات الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، جمهورية مصر العربية. لمشاهدة هذا البرنامج يرجى تحميل تطبيق مرايا.